واستفيدك واحد لابي في الفيسبوك من امبارح بالليل صحوني من النوم اسمه قال زنون قال وقد طلبت مزم الفقيري دقيقه عليك الله وقد طلب عشان بس ماني شغل وقد طلبت مزم الفقيري قال لمناظره وكب الزوغه انا اكب منك الزوغه يا ود انا ناظرت شيخك وسيدك سيد نتك الترابي عرفت كلامي ناظرت في جامعه الخرطوم الميدان الغربي كليه الهندسه وجغم هنالك بفضل الله عز وجل اي اخاف منك انت شفت لكن المشكله نحن ما بدنا ناظر الذنوبات نحن بناظر الراس عرفت كلامي بنناظر الراس وكذاب الرجل ده ما عنده معي اي اتفاق في مناظره ولا مجادله ولا محاوره لكن الرجل دار يسهر اصله قالوا دار تسهر تلبس شنو اصفر وانا ما بناظر اي زول صعلوك لافي بالشارع ساجي يقول لي هيا بينا وناظرك جيب ناسك جيب ناسك كلهم حرية تغيير تجمع مهنيين شعبيين صوفية تجانية سمانية البرعي الإزارك سجم رماد ده بالناظر لك أما انت ضنب من الضنوب ساكت أو تكذب خلينا بالموضوع واحد جاي منه يبكي كمان يبكي دموع التماسيح في خدود الضب كرر يبكي يا ود بتبكي انت بتبكي للعقيدة تبكي حرقة على السنة شيرك شغال في البلد دي مالانا قباب وناس الخروج الكلهم كلهم بالفنانين بالمارقين برا البلد بيت جوا ما سمعنا واحد فيهم بينكر المنكر كالشرك بالله سبحانه وتعالى ما لقينا ده موضوعهم بس الغلاء والبلد والحكومة والضغط والاضطهاد والكبت وإلى آخره ونحن ما في واحد فيهم بحارب الشرك بل بيلتمسوا الأعذار لأهل الشرك وده رد على زنون ذاك قال المظاهرات دي ما في أي شيء الثورة دي قال ما في أي مفسدة الثورة دي ما عندها أي ضرر ولا 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 حتلحق كلها منافع للناس كلها قدر ما تقعدوا بالراحة تحسبوها كده حتلقوها عبارة عن مجموعة بتاعت منافع دي للعلماء أود دي ابن عبد البر انت بتجي جنبه وقال داير مناظرة مع ناس الدين ده زنون ده ده الدين ده الله لما أنا قبل الثلاثة شهور الأربع شهور أتكلم عن إنه دارين مناظرة مع ناس الدين داير مناظرة مع ناس الدين ورد على الطاهر التوم قال له قال رسول الله ده وذاته مسجلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل احنا ذاته ما دار نتكلم في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل وده حديث وما قادر يميز بين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام عمر بن الخطاب الذي يروى عنه ما قادر يميز ده بسوي مناظرة مع ناس الدين ها جايينك الليل انت وين ذاته تعالنا ناظرك ويلموا فيك كيف ذاته وانت جريت فزيت انا الحارقني ومرك برا البلد انت لو دين ولو حق ما رجليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للناس هاجروا للحبشة وقاعد في مكة الهجرة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة مع المشركين يدعون للتوحيد ويقول لهم ده باطل وده حق وحدوا الله وكذا 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 قاعد ما مرق خلى أصحابه صلى الله عليه وسلم لما جاءت الهجرة بعدها هاجر والصحابة هاجروا رضي الله عنه الناس يا جماعة لما تجي فوضى في البلد وتجي فتنة ما يتابع أي زول عنده حنجرة ولا عنده صوت ولا بدغدغ عواطف الناس ولا كذا ولا كذا ولا الناس بيحضروا له كثير خلاص يتبعوه الله قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم وبعدين قال دار مناظرة معاكم المشكلة طفش برا البلد هسه أنا دار مناظرة معاكم أليم فيك وين أنا دائرة وقاعد في السودان دين لا مارك ماليزيا ولا غير قاعد في البلد انت كذا تعال قرب خوافين مارقين ولو دين انت مارق ليه لو دين يا زنون وغيره انت مارق ليه يا أخي موسى عليه السلام مشى ليه فرعون هناك وقال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا زنون قال خطاب عمر البشير
زي فرعون، وقال صبروا له بس 6 شهور ولا السنة الجاية بيقول لكم أنا ربكم الأعلى عديل. كان شوفوا فرعون، فرعون بدأ كيف استخف قومه فأضعوا بدأ زي البشير لما جاء زمان. شوفوا شوفوا خطابه، كان زول مسكين وأنا والشعب السوداني وتكبير شوية شوية تفرع لحد ما وصل المرحلة أوليس لي ملك مصر بس هو له ملك السودان، وهذه أنهار تجري من شنو من تحته. والله يدوه فرقة تاني سنة لقدام ما تسقط الحكومة السنة دي، السنة الجاية أقول لكم أنا ربكم الأعلى. ده خطاب اللي بيسويه الآن، قارنوا خطابه بخطاب فرعون. عليك الله في فجور في الخصومة أكثر من دي. 30 سنة وقاعد في البلد دي ما قال أنا ربكم الأعلى، بس يقول السنة دي يعني عشان أنت بقيت مرشح معاه، وقال قال مرشح مع الرئيس، قال قاطع نص عمك ومارق ماليزيا وبشكر في الصوفية، وأنا ما جايك له شكر في الصوفية، جايبينه في صورة مع الترابي، وقال بناظر أهل الدين وما قادر يميز بين حديث أبي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبين أثر عمر بن الخطاب إن ثبت عنه، وداري ناظر منه ناس الدين ذنون. الله البلد دي غايته لف ودوران، وأي ذول يتكلم يدو منبر يكورك بس، وجبن عجيب ما لقينا عبد الحي يوسف ده يصادم أهل الشرك، بل مشى لنا سود اللبيض عبد الحي يوسف قال لهم جينا نتعلم منكم من الدين للخليفة، وشال معاه الفاتحة شال معاه الفاتحة وقال جينا نتعلم منكم من الدين، وجاي بجاي طالب بالعدل، أعظم عدل التوحيد، أعظم عدل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز. قبل ما الطالب بالعدل مع الناس طالب بالعدل بإعطاء الحق لصاحب الحق لله سبحانه وتعالى. طيب من النقاط التي تحتاج إلى رد، ذنون الجندة معليش يا جماعة نحن منضطر نرد على الزول لأنه في بعض الناس اغتروا به، قال كلمة غبية جدا وكلمة تدل على إنه الزول ده بس زول سياسي، والله الذي لا إله غيره لا بهمه الدين لا عنده علاقة بالدين، والله الذي لا إله غيره لا من قريب ولا من بعيد. صوفية أنظف وأشرف من من الوسخ اللي حاول يقشه فيهم البشير الليلة. تاز إنه نعرفك بالدين شنو؟ تاز يعرف التوحيد كذا لغة واصطلاحا، أنت عارفها؟ حافظ الدستور قال بيتحدى في واحد قال له جيب لي 3 من الدستور. دستور آية ولا حديث؟ يا ولد انت عمره، قال انا عمري الان السنه الجايه بيبقى 40 سنة، حافظ كم جزء من القران حافظ كم جزء، وقال بيتكلم باسم الدين، وجايبينه مع الترابي البنكر عذاب القبر والبنكر المسيح الدجال ينزل يخرج والبنكر نزوع عيسى عليه السلام والبنكر اشارات الساعه علامات الساعه، ده الترابي والله الذي لا اله غيره، والبيسخر بالحجاج والمسلمين يقول برموا في 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 الحجارة يقولوا بنرمي في الشيطان، شيطان بتاع شنو قال لي أنا اللي هنا كلها مسجلة صورة وصوت للترابي، ترابي اللي بيقول الصحابة اقتتلوا في الكرسي، ده خات يده معاه وبيشرف به وجايب صورته معاه رابعنا هذيك في اليوتيوب، وبيجاي هنا ده مع الترابي، وبيجاي هنا بيقول الصوفية أشرف وأنظف. صوفية أنظف وأشرف ديل الأطهر والأشرف، أنت ما فاري من الذل، انت ما قلت زلون يعني ده فهمك يعني زلونا وظلمونا وعملوا، شوف ده بقول لك شنو قال استاذك يا فقير، ده برع القوم، استاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير، كن عنده ذليل حقير ليه واتبعك الصغير، لا تميل ابدا لغير، ما تميل لغير الشيخ، قال كن ليه قريب جار ليه اخدم غير إيجار، من غير إيجار أنت تخدم الشيخ، أوعاك من الكجار، ما تكاجر الشيخ ليا الشيخ ويمكن ما كذا وكذا وكذا دليلك شنو، ومعاملة التجار كن ثابت عنده لا تضحك عنده، الشيخ ده ما تضحك عنده خليك كاتم بس، قال في كربك أنده بتغيثك جنده، تنادي الشيخ في الكرب، والله في القرآن قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين،
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وفي النهاية ذنون رشح نفسه إن إنه يعني داير يبقى رئيس للجمهورية، وده خلاف السنة ذاته، كونك تطلب الإمارة دي ده خلاف السنة ذاته، ده في صحيح مسلم. أقعد في الواطة يا زول، يعرف قدر نفسك، تبقوك مرشح انت والله مرة ما يدوك ليها، تبقى رئيس عليها البيت، ده في نائب تملاها كضب ساي ولخبطة وكذا وكذا، وانت ما فاهم في الدين شي. زول يا ناس ما بميز بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو أمله وعطالة وشباب وكذا وكذا والله في كذا والله في كذا. يا زول تكلم في التوحيد، يا زول تكلم في العقيدة، تكلم في المنهج القويم، بين الحق من الباطل. ودي أحاديث، لو كان الأحاديث دي قالها تخرجوا كان بيشوفنا نحن سافرنا ماليزيا ولا قاعدين في البلد دي. والله الذي لا إله غيره، لو الخروج جائز نحن ما خيابة زيك كده، لو الخروج جائز كان بنشرب الشاي في بيتنا، يا بنفطر في شارع النيل يا في أحمد شرفي، أصله ما عندنا واحد دي. ما بنمرق في ماليزيا بتاع ماليزيا. ده في صحيح مسلم باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. قال حدثنا شيبان إلى أن ذكر السند، قال إلى قولي حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. في داعي تاني أجيب نص تاني؟ واحد كفاية جدا وكذا. الواجب على الناس تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والشباب ما يغتروا والشباب ما يضيعوا وراء النازل، وده والله الذي لا إله غيره ده مصير مظلم لمن يموت في هذه المظاهرات ولمن يخرج فيها. والله يا جماعة ده كلام مخيف جدا. رسول يقول لك 100 جاهلية ويقول لك لست منه ويقول لك كذا وكذا وكذا، وانت تركب راس وتمشي، والكلام ده ما بقى عليه كسي، لأنه الغضب والضيق والكبت في نفسك اللي انت شايفه، كبت في نفسك والله الذي لا إله غيره، والجوع والتعب اللي انت شايفه في نفسك، والغلاء تتذكر أشياء، واحد عنده مشاكل في البيت وغيره وغيره وغيره، يمرق بس متضايق زهجان من الحياة دي، يقول لك أنا ماشي بس بموت بس قدام، وديل يغشوه ينفخوه، وأولى والشهداء وكم مات شهيد وحرية وعدل وسلام وصفقة وتررم تررم وأشياء، حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، وسلم يا الشعب، وتمرق مما يجيك ملك الموت بعد دب تشوف الحاصل، بعد دب تتذكر 25 حديث وغيره من الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كذي الإنسان يراجع نفسه ويقعد في الواطة دي، يدعو الله تعالى يصلح البلد ويدعو الله يصلح ولاة الأمر، والإنسان يرجع إلى الله جل وعلا ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. والعاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره والله الذي لا إله غيره. وما ينجر وراء الناس ذيل، ما تسمع عليهم أغانيهم اللي بيسووها كل يومين ثلاثة، أيمن ماو وغيره من الناس تاعنا الغنى ديل وكذا وكذا، ما تسمع عليهم، ما تملى صدرك ده أضغان تموت بيع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أخي صحابة لما قتل عثمان بن الجوزي ترجم لهم قال: ما خرجوا من بيوتهم إلى أن حملوا جنائز. يا أخي سعد بن أبي وقاص لما جاءت الفتن رضي الله عنه في صحيح مسلم، مشى هناك بر المدينة، من ذكروا له الفتن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الغني، العبد التقي الغني الخفي. فر بنفسك من الفتن واصبر على الأذى حتى يستريح بر كما قال الإمام أحمد، أو يستراح من شنو؟ من فاجر. نسأل الله يصلح أئمة المسلمين وأن يتوب علينا وعليهم. ونحن قبل نبدأ أي شيء جايبين كتب ما تتلولوا بعدين، انتو كيزان ما كيزان نحن، ولا الكيزان بيرضوا بينا، أفهم الكلام ده كويس؟ انتو أمنجية، نحن ما أمنجية، ما أمنجية ولا بندخل في الأمن، لكن ما بنحارب الأمن ولا بنخرج على الأمن.
نحن ما أمن جيه ولم نحارب الأمن ولم نخرج عليهم، ما خوف منهم، خوف من الله سبحانه وتعالى. الأمرنا ما نخرج عليهم كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الأدلة. ناس يا عطالة وسفلة ساوي لنا جوطة في البلد دي، والله الذي لا إله غيره، تمرك تشتغل تلقى رجال ونسوان برا مولعين لستك. والأدهى والأمر أن الكثيرين يتكلمون باسم الدين، واحدين باسم العدالة، واحدين باسم السلام، وهم يشعلون نار الحرب. إن شاء الله الكلام يأتي مفصلا، والناس كلهم إن شاء الله بيناقشون ده. الحي يوسف معتز ده واحد كمان مصري، ده برضو استلم القضية، وداك بغادي واحد يعني من الجماعة قاعد لاف هنا في الحاج يوسف، قاعد عنده منبر، ده برضو بنجيه إن شاء الله في وقته. ده غير بتاع أقسمها برضو جايب اللي والرد إن شاء الله بتاع التقسيم، داك برضو بتاع أنصار السنة. لخبطة شديدة جدا، الناس هاجوا وماجوا، ونحن نرجو بهذا الرد، نرجو أولا الأجر من الله سبحانه وتعالى، ثانيا نرجو تبصير الجاهل والأعمى، لأنه غشوا الناس يا أخي. أمة يا أخي مسلمة وأمة ضعيفة، أخرجوا النسوان، النسوان يجلدون، بعد ذي استخدموا العواطف، جلدوا النسوان، جلدهم من بيوتهم ولا مرقهم برا. نحن كل المسائل جايين نناقشها، يقول لك الحاكم مشى للصوفية، انتوا رايكم شنو؟ جايين نقعديل ولا لافين، دارين مناظرة مع ناس الدين، جايين نقعديل. انتوا يا ناس بتتكلموا من جانب واحد، انتوا ما منصفين، جايين نقعديل. انت بس شيد حيلك واسمع الكلام ده من اوله لاخره، ما بطنك تطم، تشوف شكلنا كذي تمرق طوال، انت بتمرق ليه؟ انت بتمرق تحرق اللساتك، ما قادر تصبر تتحملنا، وانا العمه ما لبستها، لانه في عطاله دار رد عليهم ما بيستاهلوا ذاته يقابلون بعمه. والله حلقت الليله صلعه، كنت دار الدار زي السمسم وجهي ساير، لكن نازل هاجوا في العربيه قالوا لي البس، المهم حاجات كده، لكن كنت دار اجيهم بصلعتي دي تلمع، شفتها اديها زي السمسم عشان تشوفني كويس. انت لما تقابلني نحن ما خايفين منك، افهم الكلام ده. ونحن الدين اللي بنعتقده بنقوله هنا، ما بنطفش لماليزيا، مارقون هنا ومرق في ماليزيا، والله الذي لا اله غيره. واحد برا البلد برضه شغال كوري، هذا واحد برضه بتاع غنى، هيجوا الجماعه والى اخره، الشعب ده عنده الرساله، يا حاكم احكم بعداله، وين انت؟ جلد نظيف الليله، مين ادم الشيخ ده هنا؟ ادم الشين ده هنا، الشين والوجيه كلنا الليله بننجمهم ان شاء الله، والله الذي لا اله غيره. لو الخروج جايز نحن ما خيافه زيك كده، لو الخروج جايز كان بنشرب الشاي في بيتنا، يا بنفطر في شارع النيل يا في احمد شرفي، اصله ما عندنا واحد منه. ما بنمرقها في ماليزيا، يا بتاع ماليزيا، افهم الكلام، ما يغشوك برقصه ساي، حريه حريه وصفقه، وبنات برا البلد شغالات كذي، ثوره قولوا معاي ثوره، واحد لقيت في مقطع قولوا معاي ثوره، شغالين كذي زي ما كانت الخياطه شغالين، ديل بيجنب برا، واحدين جوا برضه يصرخوا، واحدين كذا وكذا، مظاهرات فيها نساء، فيها نساء، ده دين؟ في السلسله الصحيحه للألباني ان ام كبشه رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ائذن لي في الجهاد معك، جهاد عديل مع الرسول عليه الصلاه والسلام. قالت لا انا ما ارقى معك، ائذن لي في الجهاد، ائذن لي. قال لا. قالت يا رسول الله اداوي الجرحى واسقي العطشى، انا ما بشيل سيف بس ماشي مع المجاهدين، بداوي الجرحى وبسقي شنو؟ العرشى. قال لا واسقي العطشى. قال لا ارجي اجلسي. قال لا اجلسي لئلا يقال محمد كان يغزو او غزا بامراه، عشان ما يقولوا جاهد بالنساء، مرق بالنساء، درس ولا جهاد، باطل ذاته خروج، ومارقين معاه النسوان، وراح وصفقوا لهم وجيبوا مقطع ولدين وشايلين ومعاهم بيت قدام الحكومه، يخدوا شنو؟ صباره ويشربوا منها. يعني ده انتصار خلاص، شربتوا مويه قدام الحكومه، واحد رافع له بيت قال لك في كتفي، وها نجحت. طب دي ابوها وين؟ دي امها وين؟ دي اهلها وين؟
والله الذي لا إله غيره تبرج. وكمان واحدين معتصمين قالوا دارين رحمة دكاترة يا أخي يقولوا الحاكم جوع الناس والحاكم أدانا أجور زهيدة وهنا يعتصموا يخلوا الشغل. انتوا شغالين شنو؟ انتوا بتصلحوا عربات بتتحمل تخلوها يومين ثلاثة قاعدة ساي؟ انتوا بتعالجوا في بشر عيانين، ده انتقام من البشر المرضى ديل. الظريفة كنا في سنار سمعنا قالوا في مظاهرة في منطقة من المناطق في اعتصام، قالوا العيانين مرقوا بدي ربات ساوين مظاهرة. البلد دي نجحت عليك الله؟ والله الذي لا إله غيره دي العيانين ما قادرين يقعدوا برضو مرقوا، نسأل الله العافية. هو استقل على الأمة دي والله الذي لا إله غيره. أنا أكثر شيء حارقني إنه الواحد بتدي الحديث والآية بعين لك كذي في النهاية بقول لك هوي كلامكم ده ما ينفع معنا. قبيل قلت لك إن دار تكفر أكفر عديل، قول الرسول كلامه ما بينفع معنا صلى الله عليه وسلم. أوعك تلخبط أوعك. والناس اللي بيخرجوا إنت قال بيخرجوا ليه؟ بيخلوا النصوص وبقدموا العقل. نحن وبعدين بيجيون أفكار كذي، نحن البلد دي نمرك كذي، بعد شوية ندق الجماعة ذيل، بعد شوية نقلبها، بعد شوية نقعد، بعد شوية الأمور بتمشي تمام. حد مرة قالت هايتوا يعني يا ناس بدقن ها الحاكم ده لو زاد الباسطة الكيلو بقاو بكذا وكذا ما بتمرقوا برضو؟ زاد الباسطة هاي كان شالها مرة واحدة، قعدنا بقينا زي الصوفية ناكل قرض ما بنمرق برضو. الرسول قال ما تمرق، وكان قال امرقوا ما خايبين زيكم، نحن ما خايبين زيكم. كان قال امرقوا بنمرق عديل ما بنمرق في ماليزيا، بنمرق كذي على شارع النيل، فهم الحاصل؟ اصله بنمرق ماليزيا نمرق عديل، لكن الرسول قال ما تمرق صلى الله عليه وسلم. وذاك اللي قال داير مناظره وفز مشى وينه؟ ماليزيا. نحن نلحقك هناك يعني داير مناظره؟ قال نحن في السودان هنا، تعلينا هنا، انا سوداني وسوداني انا. والله انت مجينا هنا دي نناظرك وين انت هسي؟ الرسول قال لك ما تمرق صلى الله عليه وسلم، وقال لك وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله عوف بن مالك افلا ننابزهم؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاه، مساجد مفتوحه والصلاه شغاله، وإن ظلم وإن جار. ودي أقوال أئمة جماعة، ودي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وده مذهب السلف. والناس اللي بيمرقوا على الحكام في المنابر وهيجوا الناس زي محمد الأمين إسماعيل وزي آدم إبراهيم الشيخ الشين 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 وزي محمد علي الجزولي محمد علي الجزولي وزي ناس النون ديلك اللي بكوركم من برا وزي ديل كلهم. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله والقعدية والناس اللي بيقول لك سلمية سلمية، داك بيغني قال سلمية سلمية والناس في السجون مرمية. يا ود والله الناس اللي تفسحوا فسحة في البلد دي. ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال والقعدية قوم من الخوارج، ده صنف منهم، يزينون الخروج ولا يرونه، ما بشيلوا السيف لكن بهيجوا الناس شنو؟ بالخروج افعلوا وكذا، وهؤلاء يفعلوا وقالين هذه شجاعة. الواد اللي اسمه زنون ده قال الثورات دي الثورة دي ما فيها قال مفسدة واحدة ولا شر واحد، تلقوه إن شاء الله تسجيله تلقوه. قال الثورات دي ما فيها شر واحد ولا مفسدة واحدة. الثورة دي ما عندها أي ضرر ولا 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 حتلحق، كلها منافع للناس كلها، قدر ما تقعدوا بالراحه تحسبوها كده حتلقوها عباره عن مجموعه بتاعت منافع. تعال شوف الامام الاجري رحمه الله في كتابه الشريعه يرد على امثال هؤلاء، قال لم يختلف العلماء قديما وحديثا. الاجري برضه اخو مسلم، الاجري كوز برضه كوز الاجري رحمه الله، قال لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة، عصاة، لو صلوا براءٌ صلوا، ده جزء من الدين،
لكن عصوا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الطاعة، طاعة ولاة الأمور. طيب، قال فليس ذلك بنافع لهم، قالوا ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن احنا دارين العدالة، ما شفت ذاك قبل انا جبت لك كلامه، فنان ذاك ما شفته؟ قال ناس بروف، شباب بروف، قال شباب بروف من غير ما نتوف وفارقوا الخوف ووقوف، بعد شوية قاعد يرقص. وقبليه قال الشعب ده عنده رسالة، يا حاكم احكم بعدالة. والله وهم بيدعوا انهم بيأمروا بالمعروف وبينهوا عن شنو؟ المنكر. وهم ذاته بتاع الراب، السي ده معروف الراب ده كده شغل ده كيف هوك ده بتاع معروف برضو مارقين بر. طيب قال ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون يموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة. طيب رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. قال والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج. قال يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين، خاصة قتل المسلمين من ولاة الأمر. والله وفرحانين يقول لك قلبنا تاتشر وكسرنا فلان وفلان وين، وده ودينا وين، وده عملنا لكذا وكذا وكذا إلى آخره.